نائب ميرفت ألكسان. شكرا سيادة الرئيس. طبعا أنا مع الاتفاقية اللي هي هتؤدي إلى التوسع أو المرحلة الثانية من المتحف المصري، لأن إحنا مع تشجيع السياحة، لأن السياحة في مصر مهم جدا إن السواح بيحبوا ييجوا علشان يزوروا المتحف المصري عندنا. عايزة أقول كمان إن مدة القرض لو إحنا بصينا فيه هو 25 سنة، وفي فترة سماح 7 سنوات، وال7 سنوات دول فترة مهمة جدا تقدر الحكومة فيها إن هي تنتهي من هذه التوسيع أو تمويل المتحف المصري، علشان نقدر إن إحنا لما نيجي نسدد بعد ال7 سنوات دول نكون قدرنا مع جذب السياحة إن شاء الله ودخولها إلى جمهورية مصر العربية نحقق زيادة في الإيرادات. أشكرك. شكرا.